आंखें रात भर करे बातें तेरी ये तेरी نجمة بوليوود نورة فتحي تخلق الحدث أينما حلت وارتحلت، هذا هو العنوان الأبرز والأكثر تداولا بين صفوف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أثر الحضور الرسمي لنورة فتحي في حفل زفاف صديقتها عائشة ميغان بشرم الشيخ حماس الجماهير المصرية والعربية، إذ ظهرت نورة فتحي وهي ترقص فرحا لزواج صديقتها المقربة، وقامت بأداء العديد من الحركات الراقصة على الإيقاعات المصرية التي نالت استحسان الحضور، كما قامت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مجموعة من الصور والمقاطع من قلب الحدث، كما تمنى المعجبون أن تكون نورة فتحي هي العروس القادمة في بوليوود. إليكم هذا المقطع. एक मिनट थाम बा, फिर दस मिनट का फोटो
Thank you. Bye. We'll do the bites, Nora. Yeah. Nora center. Nora ji kiche par khada hai.